الرئيس برضو النهارده في كلامه تطرق الى جزئيه مهمه جدا، جزئيه الدوله دفعت كام في العاصمه الاداريه الجديده. الرئيس قال بالظبط كده، على فكره كل ده ما بيكلفش الدوله جنيه، كل ده ما بيكلفش اللي اتصرف في العاصمه الاداريه ما كلفش الدوله جنيه. الرئيس اكد ان هناك مخطط لطرح شركه العاصمه الاداريه الجديده في البورصه خلال الفتره المقبله، وقال بالظبط يعني عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة في أقرب فرصة، وإن الملاءة المالية الموجودة في صندوق شركة العاصمة الإدارية الجديدة بنتكلم في حوالي 100 مليار جنيه. نشوف. الدولة ما بتتفرجش، الدولة بتنظم وبتسيطر وبتضمن حقوق الناس، وإلا هيبقى في مشكلة إن احنا نقول الشقة دي هتاخدها بعد 5 سنين وتاخدها بعد 10 سنين. ده مش مناسب لينا، وعايزين نرتقي بأدائنا كلنا سواء كانت هيئة المجتمعات أو القطاع الخاص. يتبقى نقطة تانية أنا عايز أقولها للدكتور عاصم ما قالهاش، هل العاصمة في قرش من الدولة؟ لا يا فندم. طب أنا هقول لكم على حاجة، إحنا عاملين حسابنا إن العاصمة تدخل البورصة إن شاء الله في أقرب فرصة يا دكتور مصطفى، وهيكون الملاءة المالية اللي موجودة في صندوق الشركة كام يا دكتور مصطفى؟ احنا بنتكلم على اموال سائلة 100 مليار جنيه.